انا جرى الدكتور ياسر والكشف بخمسة جنيه زي كل المواد، ارخص من كل المواد. شغالة مع الدكتور ياسر من سنة 88، الحمد لله شكر لله، يعني مش هنجيب دكتور زيه على مستوى الجمهورية كلها، الأخلاق والمعاملة الحلوة والكلام الحلو والأسلوب الجميل. صبرية أحمد؟ أيوة. بالنسبه للكشف، الكشف في بدايه ما اشتغلت معاه كان زي ما هو 5 جنيه، وفي ظل ما احنا فيه من زياده لم يضطر اليه زياده، ومع الضغط عليه من كل الاطراف ان هو يزود في الكشف رفض الزياده وقال انا ده اللي انا مستقر عليه ولن اتغير عن هذا الموقف اللي موجود عليه. يعني أنا شايف إن حكاية إن الكشف بسعر قليل دي حاجة كويسة بالنسبة لي، رضياني جدا كحاجة نفسية بالنسبة لي، وبرضه الدخل بتاعي في العيادة الحمد لله كويس جدا، مهوش قليل عليا ولا حاجة، بيكفيني أنا وزوجتي وأولادي الحمد لله، وأنا ماليش تطلعات يعني بالنسبة إن أنا أزود الكشف عشان يبقى لي حاجة زيادة أكتر، لأن الوضع اللي أنا فيه وضع راضيني والحمد لله، دي هي المطلوب، إن الحاجة اللي تبقى داخلالي ترضيني كإنسان وبرضه يبقى لها مربوط كويس عند الناس، ويبقى برضه له مردود كويس عند ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان يبقى العمل خالص لوجهه سبحانه وتعالى، والحق ان الانسان يبقى له حياه كريمه في المجتمع، سواء من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او الصحيه، او يتوفر له الرعايه قدر الامكان. يعني الناس حالتها مش مستدعيه ان احنا نزود عليهم الهموم اللي هم فيها، يعني ده يعني جزء بسيط او يسير انا بعتبر ان انا بعمله يعني تلقائي، ومش محتاج ان انا ارفع اي حاجه من الكشوفات بالنسبه للزملاء اللي هم كانوا بينتقدوني وبيقولوا ان انت طول ما انت سعرك بالنسبه للكشوفات قليل، لكن هي اعتبرها انها خدمه للناس، ودي حاجه مريحاني انا شخصيا ونفسيا ومهنيا. طب على بوصل رساله بس.